بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. يومنا الخاص والاستثنائي احتفالا واحتفالا بأعياد الاستقلال المجيد. كل عام وسوداننا الحبيب ينعم بالكرامة وبالمحبة وبالتسامح، وننعم بسودان نتمناه كلنا من عهد الاستقلال المجيد، وإلى الآن نحن نطمح في أن يكون استقلالا مجيدا وحميدا نحقق فيه كل معاني الاستقلال، ونطمح في أنه يكون سوداننا سودان عزة وسودان العزة وسودان الكرامة. فأهلا وسهلا بكم وأهلا بكل الذين يرافقونا عبر هذه الساعة، والساعة اللي خصصناها لخطاب رئيس مجلس السيادة السيد عبد الفتاح البرهان من خلال خطابه اللي كان بالأمس للشعب السوداني أجمع. نستخلص ما جاء فيه من خلال ضيوفي اللي موجودين معي داخل الاستوديو، سعيدة جدا أن ألتقي بهم في هذه الساعة من تحليل خطاب رئيس مجلس السيادة. أهلا وسهلا ضيوفي دكتور أحمد خليل أكاديمي ومحلل سياسي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك، الله كل سنه وانت طيب بالصحه والسلامه، وكل سنه وضيوفك يعني بخير وعافيه ان شاء الله. نسال الله ان يعني يجعل العام القادم او هذا العام الجديد عام سؤدة وبركه وعام خير ان شاء الله. امين. شكرا جزيلا. ايضا كمان ارحب ترحيبا حارا على يمين ضيفي استاذ عمار سليمان صحفي ومحلل سياسي، اهلا وسهلا بك وكل عام وانت بألف خير. اهلا بكم، اهلا بكم، ونزف التهنئه الحاره لكل السودانيين والسودانيات بحلول الذكرى 67 من استقلال السودان، ونتمنى أن يعني أن تكون التحليل العام 2023 على السودان بالأمن والرخاء والاستقرار، ويعني رخاء يعني يزيل رهق هذا العناء والضائقة وكذا، وإن شاء الله يعني إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نحن وإنتو كل السادة المشاهدين اللي بتابعنا حنبحر معا في تحليل خطاب رئيس مجلس السيادة، لكن خلوني أطلع مع الكنترول مباشرة ونسمع واحدة من أغنيات الثورة المجيدة، ونرجع من بعدها نبتدي ونبتدر حوارنا حول هذا الخطاب. يا مؤمن لحدود الداري
غضب الأحرار يا مشعل غضب الأحرار يا مشعل غضب الأحرار يا مشعل غضب الأحرار يا مشعل غضب الأحرار يا مأمن لحدود الدار استبدال للخالد مرحب انتهى يا ثور الظلال استبدال للخالد مرحب انتهى يا ثور رمز نضال تحية لكل الذين تغنوا لهذا الوطن حبا وعشقا وكرامة، تحية لسودان الحبيب وتحية لكل السودانيين اللي بيرافقونا في هذه الساعة المختلفة اللي من خلالها نتعرف على تحليل خطاب السيد البرهان. خلونا مع بعض نحن وضيوف الكرام رأيكم شنو نشوف جزء من خطاب رئيس مجلس السيادة نبدأ به ونبتدر به هذه المساحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب السودان الكريم، يطيب لي في هذا اليوم الأغر أن أزف عاطر التحايا والتهاني وأعظم التبريكات لكم المواطنين الكرام على امتداد ربوع بلادي وفي المهجر، ونحن نحتفل بالذكرى 67 لاستغلال السودان المجيد، والتي تتزامن مع الذكرى 4 لثورة ديسمبر الأبية. وبقدر ما تبعث فينا ذكرى الاستغلال المتجددة مشاعر الفخر والإعزاز، نسترجع فيها نضال أبناء هذا الشعب الصادق وجهود المخلصين الشرفاء من الرعيل الأول صناع الاستغلال. نحن إذ نحييهم إنما نحيي نضال الشعب السوداني خلال العهد الوطني على امتداد ثوراته الشعبية المتجددة في العام 24 64 85 وحتى 2019. مواطنين الأعزاء، أسمحوا لي أن أحيي شهداء بلادنا الذين قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن على امتداد التاريخ، كما أحيي الشباب والشابات بصورة خاصة وهم يمثلون جل الحاضر وكل المستقبل والأمل المرتجى لاستكمال بناء الدولة والمجتمع، فإنني إذ أشيد بدورهم البطولي والمحوري في إنجاح ثورتهم العظيمة، ونبه إلى أن هنالك من يتربص بهم ويحاول تدمير مستقبل بلادنا من خلال ترويج السموم والمخدرات والأفكار المتطرفة وسطهم، فواجبنا جميعا مجاباة هذا الخطر. مواطنين الكرام، لعل ما أنجز في السودان منذ فجر الاستغلال وحتى يومنا هذا يبقى دون مستوى الأمل والتطلعات، الأمر الذي يستدعي ويحتم علينا جميعا ضرورة توحيد الصف والكلمة، ويستلزم التعاون والتوافق، وأن نتعاهد على نبذ الكراهية والعنف، وأن نتخذ من الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، ونوحد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن. مواطنين الأوفياء، تحل علينا هذه الذكرى المجيدة وبلادنا تستشرف مرحلة جديدة نتطلع فيها لتوسيع قاعدة التوافق السياسي حتى يمهد الطريق لخطوات أخرى مهمة لمناقشة وحسم القضايا الجوهرية التي حددها الاتفاق الإطاري، لنضع جميعا أسس ومعايير تشكيل الحكومة وبرامج الانتقال التي تهيئ البلاد للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية. مواطنين الشرفاء، جميعنا يدرك الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتي تسببت في زيادة المعاناة على معظم قطاعات الشعب السوداني. نحن نقدر هذه المعاناة
نشكر شعبنا على هذا الصبر والصمود، ونؤكد التزامنا الذي قطعناه في يوليو من هذا العام بخروج المؤسسة العسكرية نهائيا من العملية السياسية، مع التزامنا بحماية الفترة الانتقالية استجابة للمطالب الثورية وضرورات الانتقال. كما نرجو أن يتم تكوين الحكومة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستغلة، وتكون برامجها الأساسية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية، والعمل على استكمال بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة البلاد للانتخابات مع توحيد اللحمة الوطنية. وبهذه المناسبة نطلق النداء مجدداً للإخوة الذين ما زالوا يحملون السلاح أن هلموا إلى الوطن من أجل السلام، ولنتحد ونتوحد في ملحمة البناء. مواطنينا الكرام، ظلت قواتكم المسلحة بكل تشكيلاتها والأجهزة النظامية الأخرى حارساً أميناً وضامناً لأمن وسلامة الوطن والمواطن. أسمحوا لي هنا أن أحيي قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، قوات الشرطة، جهاز الأمن والمخابرات العامة، قوات الدعم السريع المنتشرون في ربوع الوطن الحبيب. قبل أن أختم، أذكر القادة الوطنيين والسياسيين من أن الفرصة التاريخية لتوحيد الصف ووضع أسس وحدة وبناء الدولة السودانية حصل عليها الشعب السوداني بعد تضحيات جسيمة، فلا تضيعوها، وليس أمامنا كثير من الوقت لننتظر تكرارها مرة أخرى. فالإقصاء وتقزيم دور الآخرين وعدم الاستماع إلى مطالبهم وفرض الوصاية عليهم من فئات محددة من قطاعات الشعب سيضيع هذه الفرصة، وسيضع وحدة وأمن بلدنا في خطر كبير. مواطنين الشرفاء، ختاما أجدد التهاني والتبريكات لكم جميعا بهذه المناسبة العظيمة، وأسأل الله أن يتقبل شهدائنا ويشفي جرحانا ويجمع كلمتنا ويوحد صفوفنا لبناء هذا الوطن العظيم. إنه نعم المولى ونعم النصير، وهو القادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم مجددا ودعوة للمتابعة. ضيوفي داخل الاستوديو دكتور أحمد خليل، أكاديمي ومحلل سياسي، وأيضا أستاذ عمار سليمان، صحفي ومحلل سياسي. هي كانت بعض نقاط ودقائق قليلة خلص من خلالها أو لخص السيد البرهان عدد من النقاط المختلفة جمعناها للتفاكر من حولها. دعوني أبدأ بالسيد البرهان. يجدد الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العمل نهائيا، هل هناك رسالة يريد أن يوصلها للشعب السوداني؟ تفضل أستاذ عمار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يعني لقناة الشروق، وشكرا لبرنامج أجندة الساعة. حقيقة يعني الالتزام، تجديد الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي ليس جديدا، ولكن الجديد في الأمر التوقيت. ويقرأ الالتزام كذلك مع يعني ما ورد في الخطاب هذه المرة من يعني حرص الخطاب على يعني على وضع ثورة ديسمبر على آخر القاطرة في حركة الحركة الوطنية البداها من 1924 مرورا بثورة 1964 وثم 85 وإلى ومرورا إلى 2019. فتعمد الخطاب يعني عدم ذكر كل الثورات العسكرية في تاريخ السودان. ده محور نحن حنجي له عندنا، لكن دايرين نشوف تجديد التزام. انا نعم، بس بستدل على انه هو خروج الجديد شنو في الالتزام بخروج الجيش من المشهد السياسي. نعم، يعني نفس المساله تقرا في هذا في الخطاب كله. وردت بعض المؤشرات اللي تشير ان هذا الالتزام يختلف عن الالتزامات السابقه، او هو اكثر يعني اكثر تاكيدا. الالتزام هذه المرة كويس أكثر تأكيداً
على أنه سيخرج الجيش من المؤسسة العسكرية كويس. كل مرة كان بيقول أنه هل هي رسالة لحكومة مدنية مثلا ممكن تكون خروج الجيش دكتور؟ حتى أنه هي رسالة لكثير من ما تم تداوله بعد ذاك، لأنه يعني كثير من الوسائط الإعلامية بدأت تتحدث عن أن البرهان يعني ليس يعني عند التزامه بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي. الآن هو يعود ويرد يرد على هذه الوسائط وعلى هذه الأخبار بأنه ما زلت أنا على العهد في خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي. نشوف رأي دكتور أحمد خليل. دكتور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بعتقد أنه هذه الجزئية التي تناولها السيد البرهان هي عبارة عن رسالة موجهة لثلاث فئات. الفئة الأولى هم الذين يعني ما زالوا خارج الصف وخارج إطار التوقيع، باعتبار أن مصداقية المؤسسة العسكرية ما زالت لديهم تدور حولها شكوك كثيرة. نعم. المجموعة الثانية أولئك الذين أو أولئك الشجعان الذين وقعوا معه الاتفاق الإطاري. الجزء الثالث موجه إلى الضامنين، سواء كانت الرباعية أو الأمم المتحدة أو الأوروبيين، كأنما هو يقدم رسالة تأكيد، خاصة وأنه يوم 24 أكتوبر من العام الماضي كان هو ومعه مندوب الأمم المتحدة حتى الساعة 12 بالليل كان يتحدث ويؤكد لهم أنه مع 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 المسار الديمقراطي، ولكنه فاجأ الجميع وانقلب عليهم اليوم الثاني. فكأنما هذه المسألة ما زالت تؤرقه، لذلك أراد أن يؤكد مرة أخرى وبصريح الإبارة أنه مع الديمقراطية في هذه المرة. جميل. ننتقل لوحدة أيضا من النقاط اللي وقف عليها، والسيد البرهان يدعو لتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، ويدعو تخيلي يا دكتور كان فيها خطين، يعني هو كان بيدعو بيتكلم بلغة الجمع وكمان وطنية ومستقلة. نعم. نعم. هو يدعو اصلا يعني ما بيكرر، يعني ما في شيء محسوم. نعم. هو يدعو يتمنى، كانما هو يقترح، ودي لغة ذاتها برضها محترمة. هل جديد على خطاب السيد البرهان؟ هو ما جديد، هو ما جديد، لكن هو التحديد انه حدد انه حكومة وطنية مستقلة. وطبعا كانما المسألة ما محسومة يعني، لكنه هو يقترح، هو يقترح مع آخرين. وده برضه في إجابة إنه هو يقبل الرأي والرأي الآخر، ودي جيدة لأنه اللغة فيها يدعو. يعني هو ما بيحسم، ما حسم المسألة في إنه المسألة، لكن في خطابات سابقة هو أصلا بيدعو كان إنه يعني حتى حكومة كفاءات، إنه الحكومة إنه يعني الأحزاب للانتخابات والعسكر للثكنات والحكومة للكفاءات. صحيح. يعني مفترض انه كان معروف انه هو ده نداء معروف، كثير من الاصوات السياسيه وحتى المؤسسه العسكريه بينادوا بانه الاحزاب ما تكون جزء من الحكومه في الفتره الانتقاليه، وحتى الحريه والتغيير المجلس المركزي هي اصلا تدعو لانه الاحزاب ليست جزءا من الحكومه الانتقاليه خلال استاذ عمار. هل هو كان بيدعو في خطاباته اللي معروفه في المناسبات المختلفه لانه تكون حكومات وطنيه مستقله وكلمه مستقله؟ نعم. ليس جديدا. نعم، لانه كان يدعو لان الاحزاب للانتخابات والعسكر للثكنات، وحتى قال بشكل الشعار استلف يعني الهتاف من الشارع وتغير. نعم صحيح. ايوه، وهذا يعني انه اصلا ليس جديدا هناك، لكن الجديد اللغه، الجديد في هذه المساله ندعو الاقتراح، اللغه فيها تحمل راي اخر، فيها امكانيه. انت تدعو منو منو اللي هي كان لغه جمع؟ ادعو لاطراف اطراف، يعني انا بدعو لانه تكون الحكومه الجايه حكومه وطنيه مستقله، لكن قد لا قد انا ادعو، هذا رايي. لكن هل ينفذ ولا لا؟ دكتور أحمد خليل، خلينا نشوف رأيك في النقطة دي تحديدا يعني. طيب، حقيقة أنا يعني من خلال الخطاب كنت أظن أنه كان يرجو ولا يدعو. ولا يدعو؟ كان يرجو، يقدم رجاء. نعم. والرجاء يختلف عن الدعوة. صحيح. يس. فلذلك هو لم يضع شروط كالسابق. في السابق كان يقول على أن يتم تكوين الحكومة من كذا. تغيرت اللهجة؟ تغيرت اللهجة. يعني ليست هنالك أدوات شرط في هذه الحالة، ولكنه كان يتمنى أو يرجو هو حقيقة. فالرجاءات يمكن أن تنفذ ويمكن أن لا تنفذ. يس.
ودائما الرجاء يصدر من شخص موقعه قد يكون في هذا الرجاء أقل قليلا من موقف المرتجى. هل لغة استقطاب مثلا تفتكر؟ نعم، هي لغة من لغة الاستقطاب أو لهجة، لغة من اللغات التي يستدر بها عطف السودانيين. هذه واحدة. الخطاب بشكل عام وضع بشكل احترافي. يعني كل الأدوات، الأدوات التشدد التي كانت يمكن أن تكون خاصة في عند شخص عسكري ما موجودة هنا، وكأنما هذا الخطاب قد كتبه شخص يؤمن بالديمقراطية وشخص مدني إلى أصوله. واحدة من الحاجات اللي كانت ملاحظة عندكم الاثنين الوقت القصير للخطاب نفسه. نعم، خطاب 6 دقائق. نعم. لم يسبق على مدى تاريخ السودان أن ألقى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء في احتفالات الاستقلال خطابا أقل من هذا. هذا أول خطاب يلقى بهذا الشكل الدقيق، يذكر الناس بالخطابات عند الرؤساء الدول الأخرى. ولكن دعيني أتحدث عن موضوع آخر اللي هو تفضل. موضوع هو متعلق بهذا الأمر. بالنسبة للبرهان استخدم كلمتين أعتقد دعونا نشرحهما. الكلمة الأولى كفاءات وطنية مستقلة، ثم جاء وتحدث عن كفاءات مستقلة، أي ربط بينهما. الاستقلال أمر واضح اللي هو عدم الالتزام بالأفكار الحزبية أو بالأطر الحزبية، عدم الالتزام الصارخ بالأطر الحزبية. بينما الوطنية قد لا يكون حزبيا لكن يشترط أن يكون وطنيا، والوطنية تعني عدم الالتزام أو عدم الولاء لدولة أخرى. ما هنالك أناس غير ملتزم، غير حزبيين، صحيح، لكن ولاءاتهم لدول أخرى وهم سودانيون. صحيح. يس. فإذن هنا كان دقيقا إلى حد بعيد، ونتمنى أن يكون ذلك. يس. أستاذ عمار، عندك إضافة للتحليل الدقيق اللي قدمه دكتور أحمد خليل؟ والله قد لا يتفق الناس كلهم على أن الوطني هو اللي عنده يعني حاجة. الوطني ممكن يكون يعني واحد من الشروط أنه أنت ما ممكن تجيب زول مستقل لكن ما عنده رؤية. يعني هو ما سياسي بيتبنى يعني سياسة حزب معين ولا بينتمي، ما بينتمي لمؤسسة حزبية معينة، لكن بالضرورة أنه يفهم في السياسة ويمارس السياسة بشكل وطني، وأنه هو يدعم الأجندة الوطنية، غير على بلد، أيوه يدعم الأجندة الوطنية. يعني بالتأكيد يكون عنده موقف داعم للأجندة الوطنية. أنا بعتبره تفسير الوطني هنا الثوري. هنا الوطني الانتماء لثورة ديسمبر المجيدة. هنا كلمة وطني تعني هذا، ما عندها تاني. يعني الآن ما أرسته وما خلفته ثورة ديسمبر المجيدة أصبح ثابت من ثوابت الوطن. صحيح، ثابت من ثوابت الوطن. كل الناس اللي في الشارع بيقولوا داري الحكم مدني ديمقراطي. برهان من القصر الجمهوري بيقول داري الحكم مدني ديمقراطي. كويس، كيف خلافنا نحن في التفاصيل في كيفية إنزال هذه المطلوبات على أرض الواقع وتحقيقها. كويس، ومن الصادق ومن الكاذب، لكن كل الدعوة واحدة، ما في خلاف حول كويس مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة، فهي أصبحت ثوابت وطنية الانتماء إليها. كويس، يشير إلى الوطن. فالوطنية هي الانتماء لثورة ديسمبر المجيدة والوطن أولا. نعم. واحدة من النقاط المهمة أيضا في الخطاب اللي ذكر السيد البرهان مهام الحكومة المرتغبة في خطابه لاستكمال السلام وإيجاد الحلول الاقتصادية، ماذا كان يعني؟ حقيقة هذه أعتقد واحدة من النقاط التي يجب أن يتفق حولها الموقعون على اتفاق السلام. على الاتفاق سلام الإطاري. جوبا؟ لا، على الاتفاق الإطاري. الإطاري. نعم. يحددون ما المطلوب من السودان، يعني ما المطلوب لإدارة السودان في المرحلة القادمة. هل الأولوية للاقتصاد أم لبناء المجتمع الداخلي؟ أم للعلاقات الخارجية؟ ووفقا لهذا الأمر يتحدث من هو الأكثر ملائمة لإدارة هذا الأمر. يعني اليوم إذا حدد المجتمعون أو الموقعون على الاتفاق الإطاري أن الأولوية بالنسبة للسودان على الأقل في المرحلة الانتقالية هي القضية الاقتصادية أو المشكلة الاقتصادية، في هذه الحالة رئيس الوزراء الذي ينظر في أمره يجب أن يكون، أو المرشحون لرئاسة الوزارة يجب أن يكون ممن يفهمون الاقتصاد العالمي ومسار الاقتصاد العالمي، ولهم علاقات بالصناديق الدولية، ولهم ثقة بالخارج أو يثق فيهم
أصحاب الصناديق في الخارج. أما إذا كانت المسألة مربوطة ببناء اللحمة الداخلية فهذا يعني أننا نحتاج إلى شخص قد لا يكون بتلك المواصفات، قد نحتاج إلى شخص يكون له علاقة بالإدارات الأهلية، شخص يكون له علاقة بمعرفته التكوين الداخلي للسودان وللسودانيين وغيرها من المسألة. من خلال خطاب السيد البرهان إنه الحكومة المرتقبة اللي هو استكمال السلام واحدة من الأساسيات والمهام. أيوة، مهام الحكومة نفسها اللي هي هو قال إنه الاقتصاد وإصلاح الاقتصاد والسلام وتحضير الأمن والاستقرار والتحضير للانتخابات. وطبعا ده شيء طبيعي، ده اصلا دي مهام الحكومه الانتقاليه. صحيح. يعني ده اصلا ما في خلاف عليه، ولا الحكومه الانتقاليه اصلا هي دورها اصلا التمهيد للانتخابات، الوصول من الناس الوصول للانتخابات. نعم. كويس. حتى نحن في وضعنا الان هو تاسيس دستوري جديد بتعمل عليه الحكومة الانتقالية. فكيف إنها أول شيء لابد إنه السلام يتم استتباب السلام، يكون المواطن نفسه بالأمان. المواطن نفسه في حالة اقتصادية، في أمن اقتصادي، في أمن حقيقي، أمن في الشارع، في استقرار نسبي. صحيح. يمكن أن يعني يمكن الناس من العبور إلى الانتخابات من خلال الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية مهام الحكومة في الفترة الانتقالية اللي هي التهيئة، يعني زي أنا بضرب لها مثال، هي زي الناس اللي بيرصوا الكراسي للحفلة للمناسبات. هم ما جزء من الحفلة. نعم. هم بيرصوا الكراسي، بس أنا ما أعرف هو الخلاف هنا ما بيرصوا الكراسي، لكن رصة الكراسي ذاتها قد تأثر بعدين في شكل الحفلة، في شكل الجلوس ذاته. من المفروض يقعد من بيتكلم الأول، من البتاع بيرصها، كيف ممكن يطلع زول من الرصة ذاته وكذا. كويس. فلكن هي اصلا ما معني بانها ما تشتغل باي حاجه غير انها تاسس كويس للحكومه، ده كل المطلوب. ايوه، هي الحكومه الانتقاليه حكومه ذات مهام محدده. الحكومه الانتقاليه بتهيئ الوضع لحكومه. هل التوقيت اللي ذكر فيه السيد البرهان الخطاب ده تحديدا وتفاصيله جوا كانت مناسبه؟ ايضا ليس التوقيت فقط. يعني هذا الخطاب كما ذكرت قبل قليل أنه أعد بشكل احترافي دقيق جدا. في علم الاتصال البودي لانجويج، لغة الجسد، مهمة جدا، قد يؤثر بشكل مباشر. فجاء البرهان وهو يتحدث عن خروج العسكر من المشهد وهو يرتدي جلبابا سودانيا أصيلا. هذه نقطة مهمة إلى حد بعيد. لو كان جاءنا بالزي العسكري لخلق بعض الاضطراب، لظننا أنه يكذب. لو فقط جاء بالذي العسكري وأكد أن العسكر سيخرجون من المشهد السياسي، لظننا أنه سيقضي في هذا. لو كان جاءنا بالبدلة ولا بالبدلة الأفضل. كأنما هو يخاطب الآليات الخارجية التي كانت تضغط عليه من الخارج، ولكنه أراد أن يخاطب الشعب السوداني، الشعب السوداني. دي عندها دلالات ومعاني حسب عندها ما فسرتها. نعم، تحمل دلالات ويفهمها رجل الشارع العادي، لأنه بيعيش بوجدانه. يعني حتى لو لم يدرس الاتصال، عندما يأتيه شخص ويرتدي نفس الزي، يعرف أنه هذا الشخص يعني يتحدث معه بصدق. دكتور، يمكن يكون أو أستاذ عمار لو تتفقوا معي، المناسبة هي أعياد، ونحن تعودنا في الأعياد أنه ارتداء الزي السوداني، وقد يكون ده وضع طبيعي عكس تحليل الدكتور يا أستاذ عمار. نعم، يعني المسألة سيان، فهذا ممكن الكلام يكون كذا، وممكن ممكن يكون عنده أبعاد. أي طبعاً. لا. لكنها طبعاً المناسب والأقرب إلى الناس الثوب السوداني في المناسبة دي. يعني وفعلاً لو كانت بالبذل العسكري كان الدلالة مختلفة. الاختلاف يا دكتور اللي أنت ذكرته في الزي وفي لغة الجسد وفي مضمون الخطاب، كان هادئاً لأبعد حدود الهدوء جداً. يديه كانتا مغلقات متشابكتين. نعم. هكذا، يعني لم يستخدم يده هكذا أو هكذا كعنف، كان ممكن أن يستخدم هذا. صحيح. وتعطي دلالات مختلفة. فعشان كده بفتكر أنه الخطاب أعد بطريقة احترافية. الاحترافية اللي أنت بتتحدث فيها لأول مرة غد يلغي السيد البرهان رئيس مجلس السيادة الشباب في خطابه، وخاطب الشباب وقال الشباب هم الأمل المرتجي لبناء الدولة. نعم. ماذا كان يعني؟ هل هو حس بالحراك الدائرة للشباب أستاذ عمار؟ نعم، هو طبعا يعني فيها استعطاف للشباب، وفيها رسالة خاصة، يعني مفادة يعني أنا معكم، أثمن دوركم
وأنبهكم أن هناك خطرا عليكم، أن هناك جهات تتربص بكم تريد أن تشيطنكم ويستدعي أنكم يعني متعاطي مخدرات. اللي ذكر وقال إنه جهة تستهدف الشباب بالمخدرات يعني. أيوة، هو ذكر في حديثه شقين من الشباب يعني. نعم، أنكم مخروشين، أنكم كده، لا أنتم يعني دوركم وطني وثمنه جدا، وأنتم يعني جل الحاضر وكل المستقبل، وإنه أنتم الأمل المرتجى وكده. طبعا الكلام ده كلام جيد وكلام استعطافي، لكن الكلام ده محتاج يحتاج من البرهان نفسه كويس إلى إبداع حسن النية كويس في الشارع. عمليا الشباب ما قاعدين يشوفوا الكلام ده، يسمعوا الكلام، لكن عشان يصدقوا الكلام ده كويس لابد من يعني من فعل على الأرض يترجم أو يدعم ويسند هذا الحديث، هذا الاتجاه، أن يسند الاتجاه. أنا عارف أنه فعلا كانت هناك حملات إعلامية تشيطن لجان المقاومة وتقول هذه الحملات معروف أنها يعني خلفها يعني هم أعداء الثورة. نعم. والآن البرهان بيقول أنا بعرف هؤلاء الجماعة وهم ضدكم، وأن الكلام ده ما صحيح، أنتم بريئين تماما من هذه الادعاءات والاتهامات، ولكن تنبهوا أن هناك جهات تريدكم مخروشين ومتعاطي مخدرات. كويس، هذه اللغة فيها استعطاف عالي جدا للشباب، وفيها أنه أنا معكم، لكن هذا الحديث يحتاج إلى ما يسنده من واقع. دكتور أحمد خليل، الرسالة كانت واضحة بالنسبة لك ورسالته للشباب، وفي أنه في جهة بتكون خلفهم زي ما ذكر ومستهدفين، لكن رقم الاستهداف هو بيقول أنه الشباب هم الأمل المرتجي لبناء الدولة. حقيقة لا يخالف هذا الأمر إلا مكابر، يعني لا يخالف أنه هذه الثورة هي ثورة شباب، وأن شباب السودان بالوضع الحالي هم الأمل المرتجع في المستقبل، وليس نحن أو الساسة الكبار. نعم. يعني نحن نتوقع إذا ما تسلم هؤلاء الشباب زمام القيادة في السودان سينتقلون بالسودان بعيدا عن كل الموبقات التي كانت موجودة، العنصرية، كل هذه الأشياء ما موجودة عند هؤلاء الشباب. الشيء الثاني كون أن هؤلاء الشباب هم أساس الثورة وهم يعني صناع الثورة، يعني واحدة من الأدلة قد تأخذ المضادات، يعني كثير من العناصر التي كانت تتبع للمؤتمر الوطني أسمت نفسها أو أوجدت لها شباب مقاومة، وذلك اعتراف صريح بأن شباب المقاومة هم الأصل. صحيح. أو عادت وسمت نفسها أو سمت بعض يعني حركات الموقعة على اتفاقية السلام، جاءت وكونت جماعة الحرية والتغيير وأضافت له أداة تعريف جديدة يسيس، كأنما لأنه هذين المكونين قد وجدوا اعترافا دوليا وليس اعترافا سودانيا، واعتراف من السيد البرهان بأنه في جهات تستهدف الشباب، ده نوع من الاعتراف، وانه نحن نعلم، كانه بيقول لهم نحن نعلم انه في جهات تستهدف الشباب، لكن ايضا كمان ما ورد في خطابه ما تم انجازه في السودان منذ الاستغلال دون مستوى الامل والتطلعات، ودي قراءات قد تكون لها ابعاد. استاذ عمار. نعم نعم، ده كلام صحيح طبعا. يعني ما تحقق من الاستقلال هو منذ الاستقلال دون الامل والتطلعات، والامل والتطلعات هو اصلا منذ الاستقلال، يعني حينما ألقى الرئيس الزعيم إسماعيل الأزهري خطابه في البرلمان في جلسة 19 ديسمبر 1955 التي انتهت بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، قال في كلمته يعني إذ ينتهي واجبنا في الكفاح التحريري، إذ ينتهي اليوم واجبنا في الكفاح التحريري يبدأ واجبنا في صيانة الاستقلال وحماية الحرية. نعم. وظل جند صيانة الاستقلال وحماية الحرية ظل هو الجند الرئيسي اللي بتسعى لتحقيقه الحركة السياسية والحركة الوطنية في السودان منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. الآن يعني والجيد يعني صراحة واللفت انتباهي تماما في الخطاب ده، بغض النظر عن ما لا، أنا بتكلم عن النص، ما بخاطب النوايا ولا بعرف، لكن أنا بتكلم عن النص، وإنه الكتب النص ده وقصده
هو بيهدف لشنو. يعني أهم حاجة إنه الخطاب يعني ربط ما بين الاستقلال كإعلان كمعنى والاستقلال كواقع وحقيقة ظل مفقودا. الاستقلال نفسه كواقع ظل الاستقلال هو حكم الشعب بالشعب. صحيح. كويس. وهو ده النداء الطبيعي اللي هو كان يوم 19/12/1955 إنه يحكم الشعب بالشعب إنه والله ننادي باستقلال السودان دون وصاية. يعني السودان الشعب يحكم الشعب. ظلت يعني مرت بدا حكومات وطنيه تعقب انقلابات حكومات وطنيه متتاليه الى وصلنا الان انقلابات الى وصلنا الان. نعم. الان ما هو يعني الذي كان يعوق تحقيق هذا الاستقلال واستقرار الاستقلال نفسه اللي هو حكم الشعب للشعب كويس هو الانقلابات العسكريه. الان البرهان في خطابه ده بيؤكد خروج المؤسسه العسكريه من المشهد السياسي، يؤكد إقرار تجريم الإنقلابات العسكرية. والمسألة دي يدعمها ويسندها أنه ظل الاستقلال دون الأمل والتطلعات. الكلام ده قال كما ذكر الآن كما ذكر أنه دون الأمل. نعم. والتطلعات. وذكر كما أشرت يعني في السابق أنه ذكر الثورات الوطنية وتعمد عدم ذكر الثورات العسكرية. مما يؤكد أنه حتى ألغى التاريخ. خلينا من المستقبل، التاريخ ده هو ما أصلا واقع. التاريخ لا يمحى لكن يا أستاذ. أيوة. لكن ما داري يقول شنو داري يقول دي ما الثورات اللي نحن دي ما ثورات دي انقلابات عسكرية ما محترف فيها. نعم. مثلا حسب. أيوة. ما ورد في حديثه. أيوة. نعم. هو الآن هذا ما عنده تفسير تاني غير كده إنه بقول إنه دي انقلابات عسكرية. أما لا 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 الثورات الوطنية كويس 24 و64 و85 و2019 دي لابد ان تنتهي ب يعني بمغادره احتمال ورود اي انقلاب عسكري لاحقا. كويس. وانها لابد ان تنزل الاستقلال واقعا على الارض بحكم الشعب للشعب. كويس. وده اللي ظل السودان او الشارع السياسي السوداني يفقد المسألة دي 67 عام ورغم المحاولات المستمرة اللي بيقطع الطريق قدامه دائما انقلاب عسكري. ده تحليل ثروة شيق وحاجة للدكتورة أشوف النقطة دي تحديدا إنه زي ما بيقول السيد البرهان إنه دون مستوى التطلعات والآمال في استقلال السودان المجيد. لكن خلونا نستريح قليلا معا بأغنية جميلة من أغنيات الوطن الحبيب وبصوت رائعة نانسي عجاج ومرحبتين بلدنا حبابة. وراجعين نستكمل معاكم ما جاء في خطاب السيد رئيس مجلس السيادة السيد البرهان. نحب وصداقة
هل احنا شعر نحب صداقة لنا صفة اخلاقة مرحبتين بلدنا حبابة حبابة النيل حبابة الغابة Thank you.
اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا من خلال برنامج أجندة الساعة. واليوم نحن تحليل خطاب السيد رئيس مجلس السيادة مع ضيوفي الموجودين معي داخل الاستوديو، دكتور أحمد خليل أكاديمي ومحلل سياسي، وأيضا كمان الأستاذ عمار سليمان صحفي ومحلل سياسي. نحن بنتواصل في تحليل خطابنا للسيد رئيس مجلس السيادة، وذكر واحدة من في خطاباته دكتور، قال إنه رئيس مجلس السيادة دعا لنبذ خطاب الكراهية واتخاذ الحوار وسيلة لمعالجة قضايا الوطن. هي دعوة كريمة. يعني إحنا بلد يعني متعدد الأعراق. نعم. خطاب الكراهية تستطيع أن تثير به الناس أكثر من أن تثير به يعني تغرس فيهم عناصر الحب. فالشعوب إذا ما أردت أن تحركها تحرك عنصري تستطيع أن تفعل ذلك بسهولة شديدة جدا. نعم. ولكن إذا أردت أن تخلق بينهما المودة والوئام والحب تحتاج إلى جهد كبير وإلى زمن طويل، وهذا حتى معروف في الإسلام. يعني ربنا بيقول للرسول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. تأليف القلوب مسألة صعبة، لذلك يعني هذه الدعوة حتى إن جاءت من أي شخص من أي شخص محببة ومستجابة، أعتقد أنها دعوة كريمة قد يكون فيها صدق، لأنه يعني حكومة البشير كانت تلعب على هذا الوتر. نعم. كانت تخلق، رغم أنها كانت تدعى للحوار في كثير من الأحيان، كانت تخلق التناقضات بين المجموعات العرقية المختلفة عشان تعيش هي أو تموت من أجلها. لذلك يعني كلام البرهان حاليا، إذا ما أردت أن تقرأ مع كلام حمتي الفريق حمتي بتجد أنه هو يسير في نفس الاتجاه حاليا. يعني يمكن بالأمس القريب كان في نيالة يتحدث مع قواته ويقول أنه إذا وجدت أي شخص يجلس أو أثار فتنة إحنا حنحاكمه. بل أرسل رسالة موجهة للناظر تريك في شرق السودان، قال له بالحرف الواحد أنه المشاكل إذا ما تم حلها باللسان أفضل مما أن تحل بالأسنان. هي رسالة ذكية جدا تتوافق مع رسالة البرهان. صحيح. ولذلك دعونا جميعا. نعم. ندعو الناس أننا ما نثير الفتن. أستاذ عمار، يبقى معناها هي رسالة عندها ما وراءها. نعم. والآن يعني الخطاب ركز على أنه يعني بيشدد أنه أنا ما زلت ملتزم بقضايا بالانسحاب من المشهد السياسي، انسحاب القوات المسلحة من العمل السياسي، وأنا ملتزم بحماية مطلوبات الثورة اللي فيها أنه الحوار هو الحل، وأنه في وأنه نبذ خطاب الكراهية هو ده تأكيد، لأنه أنا ما زلت أنا أتبنى مطلوبات ثورة ديسمبر اللي هي السلام والحرية والعدالة. أيوة. لكن هذا يظل يظل يحتاج إلى الاختبار، اختبار الفعلي والواقعي. هذا كلام يحتاج إلى ما يسنده من فعل وقول، وهو كلام جيد وممتاز، ونتمنى أن يكون أن تصدقه الوقائع وأن تصدقه الأفعال. يعني ظل هو كمان يدعو السيد. اتفضل دكتور. سمحت إضافة بسيطة لكلام الأستاذ عمار. حقيقة يعني خطاب الكراهية في السودان كانت له مؤسسات، هذا الخطاب كان عنده مؤسسات. هل بتديره؟ يس، كانت مؤسسات تدير هذا الأمر ومؤسسات تتبع للحزب البائد. نعم. يعني مؤسسات من متخصصين هم الذين يعني ينتجون النكات، يثيرون، يكتبون المقالات، يعملوا في السوشيال ميديا عشان يوجدوا عدم التناغم، عدم التناسق، هذا حتى يعيش الناس في ظل. فلذلك هو حاليا أتوقع أنه يستطيع أن يوقف هذا الأمر، يستطيع أن يوقف هذا الأمر. أيضا كمان هو واصل في دعوته لأنه توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة المقبلة، دي واحدة من الدعوات اللي جميل. أيضا هو بيدعو لها. نعم. كان يقصد من هذه الدعوة؟ والله هو الدعوة بيتكلم أول شيء، يعني أنا لفت انتباهي المصطلح التوافق السياسي، توسيع قاعدة التوافق السياسي، قال أو المشاركة، التوافق السياسي وليس التوافق في الحكومة المقبلة. هو المقبل التوافق السياسي كأنما هو الاتفاق الثاني، هو إعلان سياسي، في إعلان سياسي. نعم. في إعلان سياسي في يعني في مكونات محددة مستهدفة بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، وليس كل المكونات، وهي المكونات الثورية المستهدفة بالتوقيع على الاتفاق الإطاري. كويس.
لأنه المسألة ثورة وليست أزمة سياسية، هي نعم. ثورة يعني الثورة دي عندها ناس، الثورة دي بقت هي الغالبية وفرضت أدبياتها على الوطن، بدت مطلوبات الثورة كويس، مطلوبات وطنية، مطلوبات وطن كويس. بالتالي القلة الثانية اللي هي ضد الثورة ما عندها أي حديث، يجب أن لا يكون عندها أي حديث في الفترة الانتقالية للتأسيس للدولة الديمقراطية، لكنها هي عندها كل الحق كويس بعد تأسيس الفترة الانتقالية في إنها حقها في المواطنة وحقها في الانتخاب وحقها في كده. فأنا برضو الإشارة للإقصاء الكده المسائل المعممة، ما هو الإقصاء يعني ما هو إذا الإقصاء ده بتقصد به وإنه الإقصاء في الثورة، هل موجهة لمن الرسائل؟ يعني الإقصاء الثورة أصلا بتقصي يعني التي الذين ثارت عليهم الثورة بالضرورة، يعني بالضرورة في إقصاء يعني ها، لكن هم لأنه نسبة بسيطة وإنهم هم يعني حموا الفساد ورعوا الفساد وثارت عليهم الثورة لابد أن تقصيهم كويس، ما عندهم كلام ولا يتكلموا، ما في طريقة يعني ليه انتهى الموضوع. فإنت لما تقول ليه إقصاء بلغتهم أنت بتقصد منه؟ أيوة. تقصد منه يعني إقصاء إذا حددهم لنا بالتحديد، إذا بتقصد إقصاء ثوريين داخل الإطار الثوري في المقاومة الثورية ده خطأ، لكن إقصاء أعداء الثورة من الحديث عن الثورة كويس ده واجب وطني واجب ثوري، قد يكون هذا ما يقصده. أيوة. لكن عشان ما نتخوف من المصطلح نحن الآن الإقصاء في الفترة الانتقالية ده ده واجب ده مطلوب ثوري يعني، لكن الإقصاء إقصاء حق المواطنة ما في زول بيقدر يقصي مواطن عن حقوقه ده من حقه اللي من هو بعدين. أيوة لكن أنا أقصيتك ليه؟ لأنه أنا بكيف يدك من الفساد، أنت ما رأيت الفساد صحيح، أنا بكيف يدك لو خليتك أنت أطلق. خلينا نشوف في عجالة أو في دقائق قصيرة الفرصة التاريخية اللي كان يا دكتور بيقصود السيد البرهان في خطابه، قال إنه في فرصة تاريخية لازم تتحقق، ومنو كان بيقصدهم يعني بإنه في فرصة لازم تغتنموا الفرصة وفرصة تاريخية؟ أعتقد أنه يقصد أولئك الذين لم يوقعوا على الاتفاق أو الممانعين الممانعين عن التوقيع، هذه فرصة تاريخية حقيقة لهم، إذا لم يوقعوا لن يستطيع كائن من كان أن يجبرهم على التوقيع، على التوقيع. وبالتالي قطار الحرية والعدالة والمساواة ستسير وتتركهم خارج الرصيف، كأنما أراد أن يقول هذا. هل تتفق أستاذ عمار مع حديث دكتور أحمد؟ نعم، هو بشكل أو بآخر هو يريد أن يعني يجمع للاتفاق الإطاري أكبر قدر من الموقعين بحيث أنه يدعم الاتفاق ليمضي للأمام، والمقصود يعني برى أنه هو بيقصد المكونات المستهدفة بالتوقيع للاتفاق الإطاري في المسألة دي. ايضا كمان من الاشياء اللي ذكر السيد البرهان بيقول انه الاقصاء وفرض الوصايا سيضع امن البلاد في خطر كبير. طبعا دي حقيقه، لكن هو الاقصاء ياتو والاقصاء انت ذكرته قبل شويه، الاقصاء المقصود وتحدث عن انه امن البلاد بالتحديد، يعني ما امن البلاد ما في وي يعني اصلا الاقصاء ده الاقصاء في وقت في الثوره الان عن شنو الاقصاء في انك انت ما تجي تنظر كويس تنظر في الثورة، الثورة دي مع الثورة دي أصلاً انتصرت كمبادئ انتصرت. الآن نحن في مرحلة إنزال مطلوبات الثورة على الأرض، حكومة نعمل حكومة كيف من الثورة دي كويس، نحاكم كيف، نرسل عدالة كيف، نحقق الحرية والسلام والعدالة كيف، لكنها هي نجح يعني انتصرت بدليل أن حتى أعداء بيدعوا الانتماء لها يعني. نعم كويس. في 30 ثانية خلينا دكتور أختم بها حديثك، إنه ما بعد خطاب السيد البرهان رؤيتك في إنه حنرى النور كيف، شنو اللي حيكون ما بعد الخطاب ده والخطة الجديدة أو المسيرة اللي ممكن يمشي فيها؟ أعتقد أن الجزء الأخير المتعلق بالإقصاء يقصد به مباشرة الحركات المسلحة اللي هي أنا قصدتها لم يتم ذكرها في الخطاب. نعم، لذلك هو يتحدث عن أنه إقصاؤهم سينقل البلاد إلى مرحلة يعني فيها قليل من تشظي الأمن. فبالنسبة للحرية والتغيير والموقعين على الاتفاق الإطاري عليهم أن يناقشوا القضايا المحورية الأربعة التي قيلت أنها مؤجلة هذه لا. الفترة يناقشوها ويتفقوا حولها، بعد ذلك لا خوف على السودان إن شاء الله. دكتور عمار رؤيتك للفترة أستاذ عمار فترتك رؤيتك للفترة القادمة إن شاء الله من خلال ما ورد في حديث السيد البرهان؟ والله أنا بعتبر أنه الخطاب مختلف، الخطاب من حيث السياق والتكنيك والتناول وضبط وحرص على يعني ضبط المصطلحات كويس
بشكل أكبر من الخطابات السابقة، فيه تأكيد على أنه هو يريد أن يمرر الرسالة ويؤكد أنه أنا على العهد باقي، أني هذه المرة أنا ملتزم تماما بحماية الانتقال المدني الديمقراطي بشكل قريب للإنسان لكن السوداني. لكن يظل هذا الكلام يحتاج إلى ما يسنده من وقائع ومن فعل الآن أو لا في الشارع، يعني لا خلاف الآن بين البرهان في خطابه ده والثوار في الشارع. نعم. كويس، ولكن الخلاف في أنه الثوار من حقه وأنا ما بصدقك ما لم أنت تنزل، يلا الامتحان في أنه أنت كيف تخليني أصدقك يعني. صحيح، كويس، دي الفترة المقبلة اللي محتاجين لها أنه كيف نقدر نصدق. نعم. والشارع يقدر يصدق والشعب السوداني يحس أنه في أمان، محتاجين لجسور من الثقة. أنا شاكرة ومقدرة لوجودك اليوم داخل الأستوديو أستاذ عمار سليمان، صحفي ومحلل سياسي، وأشوفك إن شاء الله في مساحات مختلفة من خلال أجندة الساعة. شكرا لك. أيضا شكرا جزيلا دكتور أحمد خليل، أكاديمي ومحلل سياسي، شكرا لوجودك معنا اليوم، وكل سنة وأنت بألف خير. إذن ده كان أجندة الساعة، وكان تحليل حول خطاب السيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. كنا وكنتم وكل المشاهدين حاضرين معنا الآن، شكرا لحسن المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في مساحات أرحب وأوسع عبر قناة الشروق الفضائية. في أمان الله.